حافلة حمراء متطورة ومكيفة اعتدنا رؤيتها في لندن، اليوم تزين العاصمة العراقية وتضفي لمسة أوروبية على شوارع ما زالت تحمل أثار فترة الحرب التي عاشتها البلاد إثر الغزو الأمريكي سنة 2003. عودة هذه الحافلات مثلت بشرى بالنسبة للعراقيين، كيف لا، وهي التي ستخفف من طول انتظارهم وشدة الحرارة في البلاد على حد قولهم. يعني على الجو مالتنا وما شاء الله التبريد بها المواطن شوية يرتاح، يعني راسه يبرد شوية من الحر برا. تعتبر يعني سيارة متطورة وتفيد الناس وتفيد المجتمع، بالإضافة لهذا أنها قد يعني تعكس حضارة العراق، تطور العراق نحو التقدم والازدهار، وهذا احنا نريده. نتمنى للأخوان يحافظون عليها يعني تشعر الإنسان بأن هو في بلد متطور. ولتحقيق المزيد من الازدهار والتطور أعلنت وزارة النقل العراقية أن 60 حافلة جديدة ذات طابقين ستبدأ في العمل هذا الأسبوع في خطوط تابعة للحكومة وبأسعار مناسبة للمواطن العراقي، حيث سيبلغ ثمن التذكرة 500 دينار عراقي أي ما يعادل 40 سنتا أمريكيا. ريم بوغامرا، العربية.